حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم نروحو مع دي كوكي نديروهم بلي سيريال اي لي بيبي دو شوكولا. عندي دي سيريال تاع طحين القمح الكامل، وكذلك دي سيريال بطعم القرفة، وكذلك عندي الغرانولا اللي فيها اللوز، ميلونج تاع كاع لي غران. لما توفرتش الغرانولا تقدروا تستعملوا اي سيريال عندكم، تكتفيوا بلي سيريال اللي عندكم فقط. وانا نحضر معاكم الوصفه، نعطيكم المكونات بالمقادير المضبوطه. نبداو بسم الله على بركه الله. بدايه حطيت كاس قيس 150 غرام لي سيريال تاع القمح الكامل، وزدت ضفت لهم قيس 50 غرام تاع لي سيريال اللي فيهم نكهه القرفه، وطبعا دوما لي سيريال تاع القمح الكامل. هنا نرحيهم في خلاط كهربائي، رحوهم في اي خلاط كهربائي جينا على شكل اون شابلور. اذا هنا عندنا 200 غرام بين لي دو سيريال، 200 غرام. زدت هنا ملعقه تاع النشا، اون غروند كويير تاع لا مايزينا، وأضيف نصف ملعقة بما يعادل 4 غرامات تاع خميرة الحلوى بيكينج باودر. زدت 4 معالق بما يعادل 40 غرام تاع طحين القمح الكامل. وهنا درت مزيج بين زيت الكانولا والزبدة، 50 غرام تاع الزبدة و20 مليليتر تاع زيت الكانولا، تقدروا تعوضوه بأي زيت نباتي. هنا حطيت 3 حبات بيض يكونوا كبار، حجم كبير، لكن عندكم البيض صغير ربع حبات، انا حطيت 3 من الحجم الكبير. ملعقه كبيره تاع الفانيليا، اون كويارا سوب دو فاني، وكذلك اضيف ملعقتين كبار دو كويير تاع العسل لو ميان. انا حطيت قيس 30 غرام تاع الغرانولا، مرحيتهمش خليتهم كيما راهم. ثلاث معالق كبار تاع البيبي دو شوكولا. هاد لي كوكي نديروهم على مرحله واحده، نحطو كاع المكونات وبعد نشدو اون سباتول ونخلطو. كملنا خلطنا، لازم تكون لافارس هكذايا، هادي هي اليقامه تاع العجينه تاعنا، لافارس تاعنا. ولي مول انا خيرت هادو لي كاري، تقدروا تخيروا مول دائري ولا اي مول واحد اخر. نجو نزيتوه شويه ولا شويه زبده كيما تحبوا، ونحطوا لافارس تاعنا ولا العجينه تاعنا في لي مول كاري هادو. Thank you.
راح نحطوه في الفرن 180 درجة مدة 25 دقيقة. هذا هو الشكل النهائي تاع لي كوكي تاعنا بلي سيريال ولي بيبي دو شوكولا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، خيروا جوده مليحه تاع لي سيريال كي تروحوا تشرو لي سيريال. هاد الوصفه ما فيهاش سكر، اكتفينا بملعقتين تاع العسل. كي تخيروا لي سيريال ما تخيروهمش سكري بزاف، حتى يكونوا صحيين وتكون اون بون كولاسيون بور لي زونفون، للاطفال كم غوتي ولا اون كولاسيون للمدرسه لمالا. ما بقى لي غير نقول لكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.